وباسمكم جميعا أن نتقدم بخالص أن أتقدم بخالص شكري وامتناني لفخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على رعايته السامية لهذا اللقاء الوطني الأول من نوعه، والذي سيكون محطة هامة وأرضية خصبة تتبلور فيها الرؤية الجديدة للسياسة الوطنية للوقاية من الكوارث الكبرى متماشية والتحديات الجديدة. فندوتكم هذه سترسم خطة عمل لبلادنا لأفاق 2030 بمشاركة القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية وكذا الخبراء الوطنيين والدوليين وكل الفاعلين والذين لهم منا كل الشكر والتقدير لمساهمتهم الكبيرة، كون هذه المخاطر أصبحت تشكل خطرا محدقا ممكن وقوعه في أي لحظة في عديد بقاع العالم. والجزائر كما تعلمون ليست بمنأى عن هذه المخاطر،